خلونا في بداية هذه الحلقة طبعا نشيد بجهود كل من يقدم تضحيات فداء لهذا الوطن وفداء للمصريين. بنتقدم باسم أسرة النادي الأهلي، المسؤولين والجمعية العمومية وكل محبي النادي الأهلي في كل مكان داخل خارج مصر، وباسم أسرة قناة النادي الأهلي، زملائي كل فريق العمل في القناة مش بس في برنامج الأهلي الليلة وعلى مستوى إدارة القناة أيضا، بخالص العزاء لكل المصريين، لمجتمعنا المصري بأكمله، وبشكل خاص جدا لأسرة الفقيد الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي من قوة الوطني. طبعا بعد المواجهة اللي تمت وتصفية خلية إرهابية في منطقة الأميرية أمس الثلاثاء، نتقدم بخالص العزاء لأسرة الشهيد، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ولأسرته الصبر والسلوان. ودي طبائع الأمور الخاصة بالتضحيات في بعض المهام وبعض المهن، طبيعتها فيها درجة كبيرة جدا من الخطورة لحياة الشخص ودرجة كبيرة جدا من إمكانية أن يقدم التضحية حتى بحياته نفسها فداء لوطنه وفداء لمواطنيه. وده اللي احنا بنشوفه طوال الفترة الماضية من الكثير من أبطالنا ومن شهدائنا الأبرار، نحتسبهم عند الله شهداء عند ربهم يرزقون بإذن الله، من رجال الجيش والشرطة ومواجهتهم مع العناصر الإجرامية والخلايا الإرهابية وكل الخارجين على القانون، أو يحاولوا دائما أبدا الإضرار باستقرار ومصلحة هذا الوطن.